بس انا مش هعملهم بالترتيب ده، انا هبتدي بالرز فعلا، بس هعمل بعد الرز السوفليه وبعد كده هعمل دبابيس الفراخ. ليه؟ علشان انا هعمل السوفليه من البدايه للنهايه قدامكم، يعني انا مش عامل نسخه من السوفليه جاهزه، احنا هنعمله سوا ونحطه في الفرن وبعد كده نطلعه ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي وامتى بيطلع بالظبط من على النار وهكذا. فانا هعمل ايه؟ انا هنا بس قبل ما اقول الريسيبيز او مقادير او اي حاجه، انا هنا غليت ميه في الكاتل وبعدين بحطها في حله وبعلي النار، بعمل كده حمام ميه او حمام بخار للشوكولاته، بس دي طبعا صغيره شويه فخلينا نجيب بوله تبقى اوسع من دي. اه دي كويسه، هحط هنا كده الشوكولاته، مش محتاجين برضو كل الكميه دي، هحط الشوكولاته هنا تسخن على ما ينفعش الشوكولاته تلمس الميه، عشان كده انا حاطط الشوكولاته في البوله الازاز دي، تحتيها في ميه مغليه وهعلي كمان النار علشان تفضل سخنه. طيب تعالوا المقادير بتاعت السوفليه وكان نتكلم عليه شويه. مقادير السوفليه، انا النهارده هعمل سوفليه الشوكولاته، مقاديره كالتالي: 6 بياض بيض، رشه ملح، 2 مكعب زبده، نص كوبايه سكر، 3 صفار بيض، بار شوكولاته داكنه اللي احنا دلوقتي سيحناها هنا على جنب خلاص. مش هستخدم الدقيق، سيبكم الدقيق في الوصفه دي خلاص، انا مش محتاج دقيق في الوصفه دي. نص كيلو لبن، نص كوب لبن بس، هي دي المقادير البسيطه السهله اللي ما فيهاش اي تعقيد على الاطلاق. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف مع بعض حالا. اول حاجه هعملها هو انه انا هجيب بوله، هجيبها هنا وهستخدم المضرب، كل اللي انا محتاجه هنا هو مضرب شغال. السوفليه بيعتمد على البيض، تعالوا نتكلم عن السوفليه كده ببساطه. السوفليه عباره عن ايه؟ السوفليه عباره عن قوام هش من مكونين اتنين، المكون الاولاني هو بياض البيض، وبياض البيض هنا البيضه فيها بياض وصفار، البياض بنسميه كده عامل رفع، يعني ايه عامل رفع؟ يعني بيدي قوام، والصفار حاجه اسمها عامل ربط، يعني بتدي امتزاج ما بين المكونات. فانا هعمل ايه؟ هجيب البياض هضربه لوحده، وبعدين الصفار هخلطه مع اللبن والشوكولاته، وبعدين اخلط الاثنين دول مع بعض، ده هيدي القوام بتاع السوفليه اللي احنا هنشوفه واحنا شغالين. هاجي هنا هحط بياض البيض، وبياض البيض ده هديه رشه ملح صغيره جدا. مهم جدا وانتوا بتعملوا السوفليه او بتعملوا اي مرنج، مرنج ده اللي هو البيض المضروب لغايه ما القوام بتاعه ارتفع، ان انتوا تخلوا بالكم ان ما يكونش فيه دهون في البياض. يعني ايه؟ يعني ما يكونش فيه نقطة صفار، خلوا بالكم عشان الصفار ده دهون، الدهون مش هتخلي بياض البيض يرتفع. طب يلا نضرب دلوقتي. بوقف وبعدين برفع كده المضرب بشوف هل عمل منقار ولا لسه، طالما ما عملش منقار يبقى انا محتاج اضرب اكتر من كده. يعني لو احمد دلوقتي جاب هنا على المضرب دلوقتي هتلاقوا انه لسه مفيش منقار، لسه مفيش حاجه نازله من هنا، يبقى انا كده لسه محتاج اضرب شويه كمان. يلا بينا نضرب شويه كمان. طب السرعه تكون ايه؟ خلوا السرعه متوسطه، سرعه الضرب تكون متوسطه. يلا نشوف المنقار، بقى عندي منقار اهو، عايزكم تبقوا شايفينه، احمد جايبه اهو، هعدلها لكم كده عشان تشوفوه اهو، شايفين المنقار ده هو ده اللي احنا محتاجينه. انا خلاص
وصلت للقوام اللي انا محتاجه. مش هنسيب ده كتير، لو سيبناه كتير ممكن يهبط، فاحنا مش عايزين نسيبه كتير. يعني نحط ده هنا وبعدين نشوف بقيه السوفليه بسرعه جدا. هجيب دلوقتي ايه؟ هجيب الشوكولاته اللي انا سيحتها. الشوكولاته اللي انا سيحتها دي هجيب لها مضرب المضرب ده هعمل بيه ايه بقى؟ المضرب ده هلف بيه الشوكولاته وانا بنزل عليها صفار البيض. طب ليه مضرب؟ علشان مش عايز صفار البيض يستوي، وبعدين هحط شويه من اللبن وارجع اضرب تاني لغايه ما اوصل لقوام لطيف. ايه هوريكم حالا دلوقتي. هجيب الريمكن دول او القوالب دي وهعمل ايه؟ همسك مكعب من الزبده يكون في درجه حراره الغرفه، وبعدين هروح محرك مكعب الزبده جوه وعلى الحواف وعلى السور بتاع كل قالب من القوالب دي واحطه هنا. تاني هعمل كده تاني هنا. خطفتك انا يا ابو حميد معلش. وبعدين هكمل كده وبعدين تمام وهكذا. هنعمل كده، هو مكعب زبده واحد هيبقى كفايه جدا ان هو يعمل اربع قوالب. انا بعمل اربع قوالب دلوقتي، مكعب زبده واحد كفايه جدا. ونعمل اخر مكعب واحنا بنبص على الرز نشوفه اتشرب ولا لسه. الرز اتشرب، محتاجين بس ايه نوطي عليه خالص عشان يستوي على مهله. بس وطيت على الرز، نكمل هنا القوالب بتاعت السوفليه. يلا بينا. خلاص هغسل ايدي وارجع لكم. نعمل ايه بقى؟ هرجع لكم عشان نرش سكر جوه القوالب دي. السكر ده هيلزق على الزبده وهو ده اللي هيساعد السوفليه ان هو يرتفع. ان السوفليه علشان يرتفع محتاج سطح خشن يتسلق عليه. بالظبط كده، السطح الخشن ده هيكون حبات السكر اللي لازقه على الريمكن او لازقه على القالب ده، لازقه على الزبده. هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. تعالوا بس نجيب طبق كده واسع وليكن ده مثلا. الطبق الواسع ده هاخد هنا شويه من السكر. عايزكم تشوفوا المرحله دي او الخطوه دي. هاخد هنا شويه من السكر واحطهم كده وانزل الباقي، مش محتاج كل السكر ده. تعالوا نشوف ايه هي المرحله الاهم. المرحله الاهم هو ان انا ازاي هقلب المارينج او البياض اللي انا ضربته مع خلطه الشوكولاته اللي انا مجهزها علشان ما تهبطش وعلشان ترتفع لما ادخلها في الفرن. لازم بس نتاكد ان الفرن شغال. الفرن شغال، درجه حرارته خلوها 180، محتاج درجه حراره عاليه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هخلط المكونات دي مع بعض. تعالوا نشوف ده هنعمله ازاي. هنزل الاول هنا بنص كميه البياض، وبعدين هنزل بالشوكولاته على جنب كده. بس كفايه قوي كده. وبعدين هبتدي اقلب من تحت لفوق كده. بقلب من تحت لفوق، بخلط من غير ما اطلع الهواء اللي جوه البيض. نبتدي بقى نكمل في التقليب ده لغايه ما ابقى شايف ان اللون ممتزج. يعني مش عايز ابقى شايف ابيض وبني، عايز ابقى شايف لون لطيف. نبتدي بقى نكمل في التقليب ده بكسر كده بس بالسباتولا لو شايف حتت مبيضه لغايه ما الاقي ان اللون امتزج. بدا يمتزج اهو، خلاص تقريبا تمام. حلو. هنا بقى هروح جايب الخليط ده وانزله. واكمل خلط. هكمل هنا خلط بالشكل ده. برضو باخد من تحت لفوق وبعد كده في النص بعمل كده، من تحت لفوق وفي النص بعمل كده، وهكذا وهكذا وهكذا
لغايه ما الاقي ان القوام واللون ممتزج. ايه اللي هعمله بقى دلوقتي؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاخد الخلطه دي حالا وابتدي انزلها جوه القوالب اللي انا محضرها، اللي انا حاطط فيها زبده وسكر. نشوف ده مع بعض حالا. كفايه كده، مش عايز اقلب اكتر من كده علشان مش عايز اطلع الهواء من السفليه. يلا اخر تقليبه دي. اللون تمام واحنا مستعدين. نبتدي ننزل كده. ناخد تاني من هنا وننزل هنا زي ما قلت لكم تقريبا تلات ارباعه عشان يبقى عنده فرصه يطلع فرن درجه حراره تكون 180، هيقعدوا 10 دقائق بالظبط.